شيء جميل جدا وايجابي جدا جدا بالنسبه للطفل، وطبعا ده بيشجعه وبيخلق له مناخ ثقافي جميل ان هو يتشجع ان هو يقرا، يتشجع ان هو يعني يطلع مواهبه ويكون المبدع الصغير زي ما احنا كلنا بنامل ان يكون في مبدعين صغار في جميع انحاء الجمهوريه. طبعا عايز اسال حضرتك ايه الانشطه اللي بتوفروها في معرض الكتاب للطفل السنه دي؟ احنا عندنا اربع اركان، ركن الحكي وبيجي دايما كاتب مشهور، مش كاتب واحد يعني، مثلا على مدار اليوم بيبقى فيه يعني اربع كتاب بيتناوبوا انهم الحكي للطفل. كل واحد بيحاول ينقي تجربة متكاملة هو سعيد بيها ويحكيها. كمان في بعضهم بيحكي لشخصية المعرض اللي هو الكاتب الكبير عبد التواب يوسف، بيعتبرها ان هم يحيي ذكراه بانهم يقولوا يحكوا هو شخصية العام السنة دي. بالظبط كده، شخصية معرض الطفل احنا سعداء بيه. وكمان الكتاب دول بيتفاعلوا مع الطفل انهم بيبقى شافهم في التلفزيون، شافهم ايه، فزي ما بقول لحضرتك بيجي لنا ناس من الاقاليم بيبقوا حاسين اطفال فرحانين جدا ان الكتاب اللي بيشوفوهم في التلفزيون بيتفاعلوا معاهم دلوقتي. الركن الثاني ركن الورش التفاعليه بقى، اللي هم بيعملوا حاجات بايديهم، يعني بيخرج وياخد المنتج بايده، يعمل خرز، ورشه حلي، ورشه اركات، ورشه خشب، وياخد المنتج بتاعه وهو ماشي وبيبقى سعيد جدا. ده احنا في الاول كنا بنحاول نعمل معرض، لكن لقينا ان الاطفال لما بيحتفظوا بالمنتج بتاعهم بيبقوا سعداء اكتر كتير جدا بانهم ياخدوا المنتج، فقلنا انه احنا نفرحهم بيه. الركن الثالث الركن بقى المسرح، والمسرح كل يوم بيعرض حاجات جميله جدا ما بين اراجوز وساحر، وبيعرض مسرحيات وبيعرض يعني اشياء كتير قوي يتواصل مع الاطفال ويبتدي يشوف انطباعهم عامل ايه، والاراجوز بيكلمهم ويقول لهم ها رايكم، يوصل لهم الرسائل اللي احنا كلنا عايزين نوصلها، ويبتدي يشوف كل الحاجات اللي احنا بنكلمها عن سواء كورونا او الامراض دي او العادات الطيبه او العادات الصحيه من خلال الاراجوز، بتبقى لطيفه جدا. انت غسلت ايديك النهارده، انت عملت ايه، فكل الرسائل اللي احنا عايزين نوصلها بنوصلها باسلوب هادف وبسيط وجميل. الركن الاخير بتاعنا بيتكلم عن اللي هي الورش والحكي، فطول الوقت بيقعدوا يروحوا ويجوا معايا بحيث انهم هي الورش الفنيه بقى، ان هم يرسموا ويقدموا الورش الفنيه كل اللي انت متخيلاه موجود في حتت، يعني مثلا النهارده بيرسموا على الوش، بيرسموا حاجات تفاعليه. انتوا عاملين يعني معرض شامل، يعني جميع الفنون كده، مسرح وفن ورسم وحكي، طبعا دي حاجه جميله جدا جدا. احنا كنا درسنا يعني دايما اشوف نوادي وفي الحاجات الولاد بيقبلوا على ايه، وحاولنا انها تبقى موجوده عندنا في معرضنا عشان تبقى التجربه متكامله بالنسبه للطفل. طيب واحنا شفنا ان في كرتون بيتعرض للاطفال 3D، في اهميه ده بالنسبه للطفل، ويعني هل في اقبال على المشاهده للافلام دي؟ احنا عندنا نظارات الفي ار بتعرض 3 دايمنشن للطفل، دي بتعكس قصه لعبد التواب يوسف. يعني احنا واخدين قصه لعبد التواب يوسف والولاد بيشوفوها من خلال النظارات دي، وقت طويل قوي طول النهار بنشتغل بحيث الاطفال يشوفوها كلهم ويبتدوا يتفاعلوا معها، بيبقوا جوه القصه ويبتدوا يشوفوا يعني كاتب يعني من الرواد طبعا. بالظبط من الرواد، لكن قصته اللي هي قديمه شويه او من فتره بتتعرض بتقنيات حديثه، فيعرف قد ايه هم كانوا مبدعين وقد ايه هم بسهوله جدا يحاكوا اللي موجود دلوقتي بيشوفوه في السمارت فون وبيشوفوه في الافلام الكرتون وحاجات افضل كتيره جدا من اللي كانت موجوده بين ايديهم، ويبتدوا يقارنوا بينهم وبين نفسهم ويعرفوا ان الكتاب ليه قيمه وان الكتاب كان بيعكس ده من غير كل التقنيات اللي هي موجوده، يعني بيشوف الصوره بيشوف الصوت ويسمعوا ويعرف انه ان الكتاب ده في كل الحاجات دي متجمعه لو هو اندمج فيه وعاش التجربه بتاعه الكتاب نفسها ودخل جوه الحكي.